الازرق جاكم والموج الازرق من يهاب اخطاكم والخصم يغرق. مجال الحديث عن الوالد. شوف لاني هذا موقف طبعا ما راح انساه، وبالذات من الناس اللي تتكلم والناس تطلع في الاعلام، يعني ما يحسبون حساب ان اللاعب بني ادم في الاخير، يتكلمون على لعيبه في اي مباراه، هو سيء ليش، هذا مو سيء، هذا ياخذ الرقم الفلاني، هذا اصلا مو محترف، ورا ما يشوف فلان، ما يدرون وش عنده في بيته، اهله، عنده مشاكل، ما عنده. يعني انا كنت في منتخب تصفيات روسيا كاس العالم قبل مع مارفك، انا كنت العب مباراه وانا ما ادري وامي في العنايه، خسرنا مباراة وكنت ما كنت كويس، لأنه أنا عندي خبر، أعطاني أخوي خبر بدون ما حد يدري إن والله ترى أمي تعبانة، بس يعني لسه الأمور مستحيل. ما بين لي، يعني ما بين لي إيش الموضوع، بس إنه دخلني خلاص إني أنا قاعد أفكر. هي مباراة الإمارات قبل اليابان، قبل أهم مباراة، وكانت الإمارات أهم من اليابان اللي خسرنا فيها 2-1. ايوه، وصار هجوم اعلامي وقتها، هجوم يعني كلام ما ينقال، في اشياء انقالت على اللعيبه عيب انها تنقال، وانت لسه باقي لك اصلا عندك مباراه وعلى ارضك وكل شيء في يدك. اوكي، ترى كانت مباراه الامارات ما تاهلنا، كانت تسهل الطريق انه انت مع اليابان تتعادل او تفوز، يعني لو انا فزت طيب وبعدين خسرت ضد اليابان ترجع تتكلم عن نفس الموضوع. فاللي اتكلمه في ناس في الملعب قاعده تحرق ومتغربه عن اهاليها، واهاليها ممكن زي حالتي، انا رايحه داخل الملعب وامي في العنايه وعادي، الناس خسرنا كل احد تكلم والله فلان هذا كيف ياخذ مبالغ، همهم الفلوس طبعا، معليش همهم الفلوس، انه ليش فلان ياخذ الرقم الفلاني وكيف يلعب في المنتخب اصلا، وما فكروا قالوا والله عنده مشكله اليوم مو بيومه في المباراه. قهرك هالموضوع؟ يعني هذا مستحيل انساه، هذا الموضوع مستحيل انساه، وطلعت من المباراه وطمنت ان الوالده يعني بخير، الله يحفظ اهاليكم. بس ايش فيك تاثرت الحين؟ هذا الموضوع انا من وقتها الين اموت وهو بيقعد عندي قصه انه في ناس اللي يسوى اللي ما يسوى، الصراحه اللي يسوى واللي ما يسوى بيتكلم كلام هو ما يدري، وكل عيون الناس على فلان كيف ياخذ كذا، فلان كيف ياخذ كذا، ترى ما حد جبر الانديه انها توقع مع اللعيبه بالمبالغ دي. انا بجي اوقع معك يا ابو جود بقول لك والله تبغى الرقم الفلاني تبي، اهلا وسهلا، ما تبغى في انديه ثانيه صح ولا لا، ولا انا بقول لك انت رئيس النادي انا ابغى الرقم الفلاني، انا اشوف نفسي سلمان الفرج انا الرقم ابغى مليون، انا اشوف يسواني مليون. هذا هذا عام 2017، معقوله للحين في خاطرك قاهرك؟ ما راح يروح ابدا. يعني انت الحين قاعد تبكي على موضوع صار من 5-6 سنوات، لهالدرجة كان تأثيره يعني يعورك؟ وجود أمي في المستشفى والناس تتكلم علي كيف ما تقدم مستوى سلمان الفرج وانت لاعب مهم كيف، وما يدرون، وشتموا اللعيبة وما يدرون شتموا، توقع الكل عارف يعني، ولا حد يدري ان والدة سلمان في المستشفى او ابو فلان في المستشفى ولا ولده، ولا في ناس متزوجة عندنا عندهم عيال لعيبة، بس انه مخلي عياله مده شهر ولا اسبوعين، ترى موضوع مو بسهل ابدا. فعين الناس اللي بس او اللي تطلع في البرامج عينهم كيف هذا ياخذ كذا وهو يقدم كذا، اصلا اساسا انت مالك شغل كم ياخذ،